انضم الينا الان ضيف حلقتنا الاستاذ رماح الجبري الصحفي اليمني من الرياض. سيد الجبري مساء الخير. الان المبادره مر عليها اكثر من 24 ساعه، ما زال الحوثيون مبدئيا يرفضونها، لا ندري على كل حال هل ستتم مراجعتها لاحقا ام لا. لكن سؤالي لك هو، وانت صحفي يمني هناك في الرياض، لماذا المبادرة باعتقادك لم تصدر يعني تحت اسم الشرعية والتحالف العربي؟ لماذا صدرت من طرف السعودية؟ أنا أهلا وسهلا. طبعا المبادرة لأن السعودية هي طرف داعم للحكومة الشرعية، وبلا شك أنها من ناحية العمق الاستراتيجي والجوار ودور المملكة العربية السعودية الفاعل في الملف اليمني، فكتصدر تحت تحالف دعم الشرعية. تحالف دعم الشرعية دعم للحكومة، والشرعية هي من تقود الحرب ضد الميليشيا الحوثية. هناك طرفان في الحرب، طرف الحكومة الشرعية وطرف الميليشيا الحوثية، والمملكة العربية السعودية داعمة للحكومة الشرعية المنتخبة والممثلة لأبناء الشعب اليمني، وهذا لا يتناقض مع دورها كوسيط. طيب لكن سيد رماح، هناك حكومة شرعية، هناك رئيس دولة اسمه عبد ربه منصور هادي، يعني عندما يأتيك المساعد من خارج الحدود لا يتحول هو صاحب المبادرات، يعني أنا أتحدث على المنطق، يعني في إدارة الدول، يعني المبادرة كان يفترض بنظر البعض أن تكون يمنية بدعم سعودي. لا لا لا، هذا لا أعتقد أنه يتناقض، يعني أن الرئيس يبادر لنفسه مبادرة ليست منطقية. ثانيا، الرئيس نفسه اليوم يحكم اليمن وفقا لمبادرة سعودية، وهي المبادرة الخليجية التي أنهت الخلاف في العام 2011. كان هناك خلافات مع الرئيس علي عبد الله صالح، وتمت حل هذه المشكلة وفقا لمبادرة خليجية. وأين المشكلة أن تأتي المبادرة من الخارج؟ يعني أيا كانت هناك مبادرة تقدم من أي دولة، فما المانع أن يكون هناك مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تدعمها السعودية، تكون بين طرفي الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية. طيب جميل. ما موقع الإمارات من هذه المبادرة؟ لماذا صدرت باسم سعودي دون التحالف العربي أيضا؟ يا أخي العزيز، التحالف العربي ليس مطلوب منه أن هذه مبادرة أصدرتها السعودية. نحن لسنا في موقف أن نحاسب لماذا لم تصدر عن جهة ولماذا لم تحددها جهة. هذه السعودية وفقا لخياراتها، وفقا لما تراه مناسب، أطلقت هذه المبادرة وأعلنتها، وهي مبادرة أعتقد أنها تمثل جسر عبور أو بداية لطريق تحقيق السلام في اليمن. وهذه المبادرة حالياً هي بلغة المكاسب، الكاسب فيها هي الميليشيا الحوثية للأمانة، ولا يوجد، والحكومة الشرعية والتحالف إذا ما توافق على هذه المبادرة هم المتنازلين أو المقدمين تنازلات. بالضبط، سأتي إلى ذلك سيد الجبري، سأتي إلى ذلك بالفعل. يعني ننتقل الآن إلى المبادرة في حد ذاتها. المبادرة باعتقادك، ما الذي حدد توقيتها الآن؟ لماذا الآن المبادرة؟ كما تتابع تغير الإدارة الأمريكية الجديدة ومجيئها بأساليب جديدة في التعامل مع الملف اليمني، الموقف الأمريكي بات واضحا بعد إعلان الإدارة الأمريكية مطالباتها بإنهاء الحرب وتوقيف أي دعم لهذه الحرب في اليمن، وأرسلت مبعوث خاص، شطبت الميليشيا الحوثية من قائمة الإرهاب. هذه التعاملات التي تؤكد أنها لا تريد أن تستمر الحرب في اليمن ولا تدعم العمليات العسكرية، وهذا باعتقادي أنه يشجع الميليشيا الحوثية على المزيد من التحديد العسكري، ويشجع الميليشيا الحوثية على المزيد من التعنت، وكونها تحقق مكاسب سياسية ولا تقدم أي بوادر لحسنية لتحقيق السلام في اليمن. إذن يبدو جهود، نعم، إذن تبدو الاعتبارات الأمريكية غلبت على أجندة التحالف وأجندة الشرعية في الأساس، وهي تحرير صنعاء واستعادة صنعاء. جاءت الاعتبارات الأمريكية فمسحت كل ذلك، ووضع وقف إطلاق النار دون تحقيق أي هدف.
لا تقولني ما لم أقول. أنا أوضح وأقول أن المجتمع الدولي مارس ويمارس ضغوط كبيرة على الحكومة الشرعية وعلى التحالف لإيقاف الحرب في اليمن، بينما الميليشيا الحوثية تتعنت وترفض وتعبث بكل جهود السلام في اليمن. الحكومة الشرعية قدمت تنازلات كبيرة وذهبت إلى مفاوضات السلام في كل دول العالم، منها مفاوضات جنيف وبير السويسرية والسويد والكويت، وقدمت الكثير من التنازلات، بينما المجتمع الدولي لا يملك أدوات الضغط على الميليشيا الحوثية، بينما يمتلك أدوات ضغط على الحكومة الشرعية والتحالف، وبذلك تستمر الضغوط على الحكومة الشرعية والتحالف من أجل إنهاء الحرب في اليمن، بينما الطرف الآخر لا يقدم أي حسنية أو بوادر حسنية تجاه عملية السلام في اليمن. هذه المبادرة لتضع الميليشيا الحوثية في مواجهة العالم، لتعري موقف الميليشيا الحوثية على أنها هي من ترفض السلام وهي من ترفض إنهاء الحرب في اليمن. نعم، الحوثيون ردهم الأولي رافض، لكن سأتي إلى هذا الرفض الحقيقة. لكن الآن لمجرد أن تعرض عليهم مبادرة بوقف إطلاق النار، هو اعتراف ضمني بهذا الطرف. هم لم يعودوا مجرد انقلابيين قاموا بالسطو على السلطة ويعني وسيطروا على سلاح الدولة وطردوا الشرعية. هم الآن طرف يتم العرض عليهم مبادرة وقف إطلاق النار، وبعد وقف إطلاق النار طبعا لو قبلوه ستجلس كل هذه الأطراف ويجلس الحوثيون كطرف رئيسي يسيطر على العاصمة. ألا يبدو لك ذلك بأن هذه المبادرة في عمقها وفي تفاصيلها هي الحقيقة مكافأة للحوثيين، وفرصة ربما لو استطاعوا استغلالها الحوثيون لباتهم سادة المشهد في اليمن؟ أخي العزيز، يبدو أنك لا تفهم كثيرا في الملف اليمني وفيما تضمنته المبادرة. المبادرة الخارجية، ويجب أن تضع خط على هذه أو 10 خطوط، أن المبادرة الخارجية تستند وترتكز على 3 مرجعيات أساسية للحل في اليمن، وذكرت في نص المبادرة. المبادرة تستند على المبادرة الخليجية، ودعني فقط أوضح لك هذه المرجعيات 3 ما هي. المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 22/16، هذه مرجعيات الحل السياسي في اليمن. المبادرة الخليجية هي المبادرة التي أنهت حكم الرئيس علي عبد الله صالح، ونصبت الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية، والاستناد إليها كمرجع سياسي يعني التزام جميع الأطراف، وأي حل سياسي لا يتجاوز هذه المرجعية، بمعنى أنه سيعتر أي حل سياسي يجب أن يعترف بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية. المرجعية الثانية التي هي مخرجات الحوار الوطني، كان هناك مؤتمر حوار وطني استمر انعقاده 10 أشهر شارك فيه الحوثيون أنفسهم. مخرجات هذا الحوار تشكل اليمن الاتحادي وتحل مشكلة الحوثيين في صعدة ومشكلة الجنوب أيضا الانفصال، وتقدم حلول سياسية وفقا لدستور وشكل جديد لليمن. يا سيد الجبري، بغض النظر كنت النقطة الثالثة، دعني أوضح النقطة الثالثة الأهم. تفضل. النقطة الثالثة الأهم التي هي مرجع للحل السياسي في اليمن، القرار الدولي 22/16، هذا قرار مجلس الأمن صدر في العام 2014 يطالب الميليشيا الحوثية بالانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل للدولة وسحب مسلحيها وخروجهم من العاصمة صنعاء وعودة، وهذه نقطة أساسية. الميليشيا الحوثية سيتم القبول بها كطرف سياسي مشارك في الحكومة، هم منا ونحن منهم، إذا ما سلموا أسلحتهم للدولة. والخلاف يا سيد الجبري حاليا هو بالسلاح. نعم، هم منكم وأنتم منهم، ونحن ضيوف نتابع هذا المشهد منذ سنوات. على كل حال، قد تحسن الملف أكثر مما نحسنه، ولكننا نتابعه منذ سنوات بدقة. القرار الذي تشير إليه، القرار الدولي 22/16، يجرد الحوثيين من الأسلحة ويجردهم من صنعاء، ولكن الآن الجلوس معهم وهم سادة صنعاء دون أن يكسروا في المعركة، كيف تتوقع منهم أن يسلموك صنعاء؟ بلا شك الموقف متوقع، أن الميليشيا الحوثية سترفض هذه المبادرة لتكون الرسالة أوضح للمجتمع الدولي الذي يمارس كل أنواع الضغط لإيقاف الحرب
وكأن المجتمع الدولي يطالب بتسليم اليمن لإيران من خلال الميليشيا الحوثية. لكن اليوم المبادرة واضحة، حسن النية واضحة من السعودية التي تقود التحالف ومن الشرعية التي رحبت بهذه المبادرة رغم أنها يعني تنازلات وليس فيها أي مكسب للحكومة الشرعية، لتضع الميليشيا الحوثية ومن يدعمها أمام المجتمع الدولي لتقول لهم إذا وافقوا على هذه المبادرة لتثبتوا أنكم تبحثون عن السلام. لكن الموقف الحوثي الرافض طبعا حتى الآن لهذه المبادرة يؤكد أنها هي من ترفض السلام، وهي من تعبث بالجهود الدولية، وهي التي تستمر في تعنتها وتحسيدها باتجاه المدن. ومع ذلك الميليشيا الحوثية حتى اليوم لا يزال العالم يتعامل معها كطرف وجماعة انقلابية متمردة، آخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في إدارة جو بايدن الذي تحدث أن الحوثيون جماعة انقلابية متمردة سيطرت على العاصمة صنعاء بالقوة وعليها أن تنهي هذا الانقلاب. هذا هو الموقف الدوري والموقف جميل. دعني أختم معك الحوثية سواء إيران. دعني أختم معك بهذا السؤال، الموقف الدولي لأنه لم يغير من المشهد شيء طيلة سنوات المعركة الملتهبة، وأنت تتابع ذلك. يعني كانت المعركة ملتهبة وكان الحوثيون يدوسون على كل القرارات الدولية ولم تتدخل دولة واحدة لثنيهم على ذلك. الآن دعنا في هذه اللحظة، فرضا بأن هذا الرفض الحوثي المبدأ يتحول إلى رفض دائم، يعني لو رفضوا هذه المبادرة ماذا على الشرعية أن تفعل الآن ومعها الرعاة العرب أو التحالف العربي؟ هل يعودون إلى المعركة كما كانت وتعود الأجندة الأولى وهي تحرير صنعاء ومحاسبة المجرمين وغيرهم، أم ماذا بالضبط؟ أخي العزيز، القوات الحكومية كانت على أبواب مدينة صنعاء ووصلت إلى بعد 50 كيلومتر في صنعاء، بينما المجتمع الدولي وقف يعني عائقا أمام كل التحركات الحكومية. وصلت القوات الحكومية على أطراف صنعاء فكانت المجتمع الدولي رافضا لدخول صنعاء ورافضا لاستهداف صنعاء وأنكم يجب أن تمارسوا فقط الضغط على الحوثيين من أجل خروج اتفاق سلام. ذهبت الحكومة الشرعية والقوات الحكومية باتجاه الحديدة، وعندما وصلت إلى أبواب مدينة الحديدة وقف المجتمع الدولي ومارس كل الضغوط الدولية على الشرعية والتحالف لتوقيع اتفاق لم ينفذ منه شيء وسلمت الحديدة وبقيت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. أينما تحركت الحكومة الشرعية تجد المجتمع الدولي يمارس كل الضغوط على الحكومة لثنيها عن تحركها. للأسف الشديد المجتمع الدولي وهناك من يرعى مصالحه من خلال استمرار تواجد الميليشيا الحوثية وتحقيق مصالحها من خلالها. ولذلك أعتقد أن المعركة إذا ما تخلى المجتمع الدولي وترك الميليشيا الحوثية وهي عندما تكون في أضعف حالاتها ترك الفرصة أمام الحكومة لتحرير الحديدة التي تمثل شريان حياة بالنسبة للميليشيا الحوثية، ستتغير المعادلة وسيكون الحوثي مجبرا للدخول في عملية سلام عندما يكون في موقف الضعف. لكن دائما المجتمع الدولي ومن خلال الأمم المتحدة والدور السلبي الذي للمبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي تحول في الفترة الأخيرة إلى ما يشبه الجناح السياسي للميليشيا الحوثية من خلال عمليات التضليلية للمجتمع الدولي. للأسف الشديد تضررت القضية اليمنية من المبعوث الأممي مارتن غريفيث بحجم كبير خلال الفترة الماضية ومارس دور تضليلي قدم الحوثيون كطرف سياسي بينما هم يصرون على تقديم أنفسهم كمنظمة إرهابية. ومع الأيام المشكلة يا أخي العزيز أننا سنصل إلى قناعة أو المجتمع الدولي سيصل إلى قناعة بعد سنوات ربما أن هذه الميليشيات الحوثية لا تفقه لغة السلم والحوار وأنها مثلها مثل أي تنظيم إرهابي لا ومثلها مثل أي سرطان لا يمكن التعامل معه بالحوار أو بالأدوية وإنما يجب أن تكون هناك أدوية خاصة أو استئصال لهذه الميليشيا. الأستاذ رماح الجبري الصحفي اليمني كنت معنا من الرياض، نشكرك جزيل الشكر.